حلقة جديدة من صدى الأسبوع ومن أبرز عناوينها. الرياح الموسمية ترهق الصيادين بمعاناة تلف القوارب. 120 أسرة بالأحج يعيشون خارج العصر بشكل بدائي وأطفالهم بلا تعليم. انقلاب باص نقل جماعي في نقيل ضمران القبيطة. الشواية التقليدية للأسماك في مناطق ساحلية من الحيمة، إبداع في الطهي على النار. الزراعة المائية فكرة يبتكرها مجموعة من الطلاب الجامعيين. طريق سناد بيت اللكومي بعمران يعاني الإهمال ويحتاج تعاون الجميع لإصلاحه. سيرك لأول مرة في اليمن يستعرض فيه شباب وأطفال محترفين. مؤسسة شراكة للتنمية تدعم قطاعات التعليم والنظافة في تعز. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.